باشا الشهيد، نائب مدير شركة مركز إنسان للدراسات والاستشارات والتدريب، ومديرة وحدة التدريب بالمركز. احنا النهارده موجودين في المركز القومي للبحوث، زي ما حضرتك قلت بنوصل توقيع بروتوكول تعاون ومذكره تفاهم بين المركز القومي للبحوث وشركه جرين ليف للطاقه البديله، واحنا الطرف الثالث شركه مركز انسان تحديدا في مجال الطاقه، دي نمرة واحد، وأخص في الوقود الحيوي وأهميته. مصر سنة 2020، مش مصر بس، العالم كله مجبر أن كل الطيارات تطير ب20% من الوقود بتاعها يكون وقود حيوي. الشركات أو الطيارات اللي مش هتقدر تدور ويكون الوقود بتاعها فيه 20% من الوقود الحيوي هتدفع 9 يورو على كل لتر من غير الوقود الثاني أكسيد الكربون اللي موجود. فإحنا لازم نكون موجودين. الدول أوروبا وأمريكا ابتدوا، لكن منطقة الشرق الأوسط وتحديدا الوطن العربي لسه الوقود الحيوي ما تمش فيه إنتاج. يعني إحنا قدام مشكلة، كمان 5 سنين هنبقى تحت ضغط إزاي نوفر هذا الوقود الحيوي. فابتدينا من النهاردة، وده مجال البروتوكول التعاون بتاعنا أو من ضمن المجالات النهاردة للبروتوكول والأنشطة اللي فيها التعاون، إزاي نبتدي ننتج الوقود الحيوي. دور مركز إنسان على شقين أو 3. الشق الأولاني إن إحنا التوعية المجتمعية لفئات المجتمع بأهمية الوقود الحيوي وإزاي ننتجه، إزاي نجيبه، وإزاي مهم قوي إن إحنا نستخدمه. مصادر الوقود الحيوي الطحالب، ودي موجودة جدا في مصر وفي المصارف المائية، ويعني الى حد ما الشعب او الفرد المجتمع مش هيحتاج ان هو، مش هنقول له ازرعها دي، لكن عندنا زيت الطعام اللي خارج من الطبيخ والقلي والمصانع ومحلات الفول والطعميه والهامبرجر وكل المصانع دي، المصادر دي بيخرج منها زيت. احنا كلنا اي ست بيت واي راجل صاحب مصنع او مطعم بيرمي الزيت، احنا هنوعيه ونقول له ما ترميش الزيت ده، علشان بدل ما يسد البلاعه والمصارف احنا هناخده ونبتدي ان احنا نحوله من ضمن المصادر اللي مستخدمه في الوقود الحيوي. غير طبعا ان في بعض النباتات اللي هتتزرع، وهنساعد برضو الناس ان احنا هنوعيهم ان هم يزرعوا هذه النباتات اللي بيطلع منها الزيوت اللي بتستخدم في الوقود الحيوي. ادي الشق. الشق الثاني بندرب العماله اللي هتدخل في المصانع اللي هتنتج الوقود الحيوي. محتاجه عماله، فمحتاجين ان انا ادربه على الكفاءه سواء من ناحيه التكنيكيه او التنميه الذاتيه او الموارد البشريه، ازاي ننمي نفسيا وتكنيكيا وفنيا في انه يدخل على في التدريب في المصانع. الحاجه الثالثه اللي هي تمت في البروتوكول كمان هيبقى من ضمن مجالات التعاون، ان عندنا شباب كتير مخترعين وعندهم افكار كتيره في مجال الصناعه، سواء بقى الوقود او الطاقه او اي مجال تاني. مركز انسان دوره ان هو يتبنى هؤلاء الشباب وانه يديه لاهل الخبره، زي اللي هو طبعا مركز القومي للبحوث اكبر الروح العلمية في مصر والوطن العربي أو الشرق الأوسط، نوديهم لأهل الخبرة بدل ما حد يستغلهم أو يطلعوا برا مصر ويطلعوا جهودهم ومعلوماتهم واختراعاتهم لخارج مصر. لا، إحنا نتبناهم ونوجههم للطريق الصحيح وللعلماء اللي يساعدوهم إن هم يكملوا اختراعاتهم وتخرج للنور. ده يعني باختصار شديد وجودنا النهاردة ومجال وجودنا أو دورنا إن شاء الله إنه يتم بإذن الله في هذا البروتوكول.